اعتقالي هو هذا هو الجرم، انه كنا ندخل مواد طبيه واغاثيه وحليب اطفال على مناطق الغوطه وحمص، فهذا هو كان الجرم. فهذا بنظر النظام، هو اي حدا بيشتغل اي شيء هذا بنظر النظام هو ارهابي. كنا حوالي 50 شخص، طبعا بزنزانه هي في 9 ل 20 يعني. وطبعا بلش بقى مراحل التحقيق، يعني هلا كل ما نعذبه شوي المحقق بتصير تصغر الزنزانه، يعني بنصير مثلا 20 لزنزانه 9 10، بنصير منفرده، هي منفرده يعني ما فيها تواليت، يعني 9 هي شخصين بس يحطونا 5 أو 6 اشخاص. فطبعا ممنوع نطلع على التواليت، ممنوع كذا، فكان بقلب المنفرده نعمل كل شيء. في معي طفل كمان بالفرع كمان الله يرحمه، كمان كان يتعرض لاغتصاب. فاخر مره يعني وقت اللي توفى الله يرحمه استشهد، فاستشهد بجانبي. وطبعا بعد ما اغتصبوه الدم كله كان عم ينزل منه من الخلف يعني. فصرنا ننادي نحن للسجان، فالسجان وقتها من الشباك صار يقول لنا انه طولوا بالكم انه ممكن يطلع حامل. أكيد هذا الشخص ما بنسى وشه، ما بنسى اسمه لموت. شو حاول تعمل معه؟ ما بعرف لالتقى معه، ما بعرف، ممكن سامحه مع الايام، ما بعرف. بس هو لانه يعني عمل يساوي فيني عاهه، انا هلا عم بعالجه، تعبت كثير من هالموضوع هذا.